اهلا وسهلا بكم تاني يا شباب. انا عارف ان انت بالنسبه لك لو انت بتتفرج على الفيديو الكامل دلوقتي يبقى بالنسبه لك اكيد ما فيش فواصل، ولكن لو انت بتتفرج على الفيديو ده لوحده بالنسبه لسؤال القطعه، انا اسلام طاجن ومستمر معاك في شرح النموذج التجريبي. زي ما قلت لك هيكون في عندك اسفل الفيديو رابط، فاول تعليق يوديك لقناه تليجرام توصل له لنموذج اللي قدامك وتدرس معانا ازاي تحل سؤال القطعه. افضل انك تطبع نموذج وتحله الاول، اقرا بتاني، حل الأسئلة وتعالى اتأكد معايا في الإجابات، أو ممكن واحنا بنقرأ وقبل ما نجاوب السؤال أنت تكتب الإجابة الأول في التعليق وتشوف أنت كاتب صح ولا غلط. ده واحد. اتنين، القطعة اللي قدامك مش بس للصف التاسع، ممكن الصف الثامن والسادس والسابع، يعني كل مرحلة متوسطة، لأن نفس النمط. اللي بيختلف بس من سادس وسابع إن الجمل ممكن ناقص سطرين بس منها مش أكتر، ولكن هيجي لك 6 أسئلة اختياري وهيجي لك سؤالين بيجيب الإجابة من القطعة وكلهم نفس الأفكار، مفيش أي حاجة مختلفة. بالاضافه ان انت عندك يكون في فوق البطاقات اللي بتوصلك للحلقات المرتبطه بالصف التاسع كامله. نصيحتي ليك اقرا الاول القطعه بتاني بهدوء. طب لو انا وجهتني كلمات مش عارف معناها اعمل ايه؟ لو وجهتك كلمات ما انتش عارف معناها ما تتضايقش، كمل قراءه واكيد انت هتفهم من السياق اللي حواليها هي عايزه منك ايه، او على الاقل هتاخد فكره. نشوف مع بعض كده عشان نشوف انماط الاسئله ونجاوب كل سؤال ازاي ان شاء الله. بالنسبه للسؤال الاولاني هو بيقول لك ايه في راس السؤال؟ read the following passage، اقرا الفقره التاليه، then answer the questions that follow، ثم اجب الاسئله التي تليها. we know that، نحن نعلم ان editors have organized newspapers، ان الايديتورز اللي هم الكتاب او اللي بيعدلوا have organized the newspaper well، نظموا الجريدة أو newspaper well for readers، للقراء، with the most important stories، بالقصص الأكثر أهمية، on page one، في الصفحة الأولى، with big headlines and stories، with big headlines، بالإعلانات أو المنشطات الكبيرة، and stories of lesser importance، والقصص الأقل أهمية، somewhere in the back، في مكان كده in the back في آخر of the newspaper الجريدة. that isn't the way that we read them though، وهذه ليست الطريقة التي نقرأهم بها. I come to work on a train most mornings، أنا أتي إلى العمل بالقطار معظم أو أغلب الصباح، with a lot of other people، من مع ناس كتير، all of whom are reading newspapers، وكلهم بيقرأوا أخبار أو جرائد. we have about an hour، تقريبا معنا ساعة، but an editor would be discouraged to see how we go about reading the paper، ولكن رجل منظم للجريدة يصاب بالإحباط والعزيمة لما يعرف إحنا بنقرأ الأخبار إزاي أو الجريدة إزاي أو الورق بتاع الجريدة إزاي. we don't follow his directions at all، إحنا ما بنتبعش أي تعليمات من اللي هو بيعملها. we all look at the headlines quickly، احنا بنشوف الهيدلاينز العناوين بسرعه. we don't read the front page stories، احنا ما بنقراش الصفحه الاولانيه اساسا ولا القصص اللي فيها، unless ما لم او اذا لم we have time to come back to them later، لو عندنا وقت نرجع لهم مره ثانيه. we go directly to the articles that interest us most، احنا بنروح مباشره للمقالات اللي بتشد انتباهنا او اللي احنا مهتمين بها اكثر. of course، بالطبع، there are a few people who do it right، في القليل من الناس بيقوموا بها بشكل صحيح انهم بيقروا من البدايه يعني. they are often the most successful looking people on the train، في الغالب هم الناس الاكثر نجاحا على القطار، شكلهم يعني مظبوط كده زي الفل. they read the important stories first، بيقروا القصص المهمه اولا، and then go on to the other one، وبعدها بيستمروا للقصه اللي بتليها. other newspaper readers، قراء اخرين ل الجريدة، on the train buy a good newspaper، على القطار بيشتروا newspaper بيكون جيدة. take out their glasses، بيخرجوا نظارات، and pencils، وأقلام رصاص، and turn immediately to the crossword puzzles، وبيروحوا فورا يقعدوا يقلبوا في الصفحات لحد ما يوصلوا للكلمات المتقاطعة. it takes them an hour to finish the puzzle، بياخد منهم تقريبا ساعة عشان ينتهي من البازل من الكلمات المتقاطعة. and I don't think that many of them، ولا أعتقد إن العديد منهم،
ever looked at anything else in the paper, انه شاف اي حاجه تانية في الورقه اللي معاهم في جريده الاخبار يعني. The way we read newspapers is what gives papers their edge over TV. الشكل اللي بنقرا بيه الاخبار هو اللي بيعطي الاوراق their edge on TV واقعها واهميتها على التلفاز او فوق التلفاز او اكثر من التلفاز. Unlike TV, على خلاف التلفزيون, with newspapers, مع الجرائد او في الاخبار اللي بيحصل, the reader is in charge, القارئ هو المسؤول. غير التلفزيون, التلفزيون هو المسؤول, هو اللي بيشغل اللي هو عايزه. We can read our newspaper frontward or backward, احنا ممكن نقرا الاخبار من الامام او من بدايه الجريده or backward او من اخرها, ما فيش مشكله براحتنا, هات اول صفحه او اخر صفحه. We can skip what bores us, احنا ممكن نتخطى ما يصيبنا بالملل, and read the parts that we like, ونقرا الاجزاء اللي بنحبها فقط. We can study the advertisements that, وممكن نطالع او ندرس او نشوف advertisement الاعلانات او الاعلان that interests us, اللي بيشد انتباهنا او اللي احنا مهتمين به, and ignore, ونتجاهل او نتجنب what doesn't, اللي احنا مش مهتمين به. دي قطعتنا كاملة يا شباب, اعتقد واضح ان احنا بنتكلم على newspaper صح. طيب نشوف اول سؤال كده, the best title, افضل عنوان. خلي بالك the best title اول سؤال في الامتحان هيبقى حاجة من اتنين, اما هيقولك best title او هيقولك main idea. ركز معايا, main idea. best title يبقى هو عايز افضل عنوان للدرس, في الغالب اللي بتكرر كتير هو ده بيكون افضل عنوان. طب ايه المين ايديا؟ المين ايديا هو عايز الفكرة الرئيسية. طب هو ايه الفرق؟ لا في فرق, افضل عنوان يعني القطعة كلها عنوان مناسب ليها وملائم ليها, ولكن الفكرة الرئيسية ديت انت عندك الموضوع, القطعة بتاعتك او الموضوع اللي فوق عندك اربع فقرات, كل فكرة من دول او كل فقرة من دول اسف لها فكرة معينة جواها بتحتويها. وفي الغالب لما يقولك او يسألك على المين ايديا لازم يقولك يا ترى انا عايز في الفقرة الاولى او الفقرة التانية او التالتة او الرابعة, وممكن يجيلك بدل كلمة الاخيرة يقولك final one او last paragraph. خلي بالك. طيب نرجع بقى لسؤالنا الاساسي, ايه افضل عنوان؟ what people do in trains, ما يقوم به الناس على القطار. Why newspaper are important, لماذا الجرائد مهمة. How people read newspaper, كيف يقرأ الناس الأخبار. How people solve crossword puzzles, كيف يحل الناس الكلمات المتقاطعة. أنا في وجهة نظري وأحب الأول أشوف إجابتك, جاوبت أكيد أنا أختار يلا How people read newspaper, كيف يقرأ الناس الأخبار. لأنه أول ما بدأ قالك إن الإديتور بينظمها عشان الناس تشوف من الأول الصفحة المهمة الحاجات المهمة, وبعد كده قالك إحنا ما بنعملش زي ما هو بيقول, إحنا بنقرأ زي ما إحنا عايزين. يبقى هو بيأكد على How people read newspaper. أوكي السؤال اللي بعده, السؤال بيقول إيه؟ The underlined word, الكلمة اللي تحتها خط ignore in the last paragraph, كلمة last معناها الأخير, paragraph معناها الفقرة الأخيرة. خلي بالك السؤال ده بيجي حاجة من اتنين, إما يسألك على المين أو المينينج اللي هو معنى الكلمة, أو ممكن يسألك على opposite, إيه opposite, ضد أو عكس الكلمة. تمام. طيب طب السؤال ده نعمل فيه الاول, يفضل انك تكون عارف معاني الكلمات اللي في الاختيارات, يعني neglect يتجاهل او يتجنب, seek يبحث, achieve يحقق, lead يقود او يؤدي. ممتاز, عرفنا معاني الكلمات كلها. طيب ايه رأيك نطلع فوق القطعة ونشوف ايه اللي موجود فيها عشان نشوف كلمة ignore وايه قصتها معنا. ادي الجملة بتاعت ignore, ركز معي.
نجيب الجملة من أول. We can study the advertisement that interests us and ignore what doesn't. إحنا ممكن نطالع وندرس ونشوف الإعلان اللي بيشد انتباهنا أو اللي إحنا مهتمين به ونتجنب أو نتجاهل اللي ما يعجبناش. What doesn't. حلو. يبقى أنا بمجرد ما قرأت وفهمت اخترت neglect. طب أنا أتأكد من الإجابة إزاي؟ أنت ممكن تطلع فوق وتشيل كلمة ignore وتحط بدلها كلمة neglect وتقرأ الجملة. ولو الجملة ظبطت في المعنى يبقى إجابتك صح. طب لو ما ظبطتش يبقى الإجابة غلط ومحتاج أختار واحدة تانية. اقرأ تاني كده. We can study the advertisement that interests us and neglect what doesn't. ونتجاهل ونتجنب ما لا يناسبنا أو ما لا يهمنا. يبقى احنا كده إجابتنا فعلا صح ومية في المية. يعطيكم ألف عافية. نروح للسؤال اللي بعده يا شباب في الصفحة اللي بعدها. بالنسبة للسؤال رقم 11 The underlined word them. كلمة them. يا ترى كلمة ذم دي معناها ايه؟ قال لي لا خلي بالك هو هنا مش محتاج المعنى. هو هنا بيسأل على refer to. ايه refer to دي؟ قال refer to دي معناها يشير الى او يعود على. طب وده ايه؟ قال لي الكلمة دي بتعود على حاجة موجودة قبلها. طب خلينا نرجع كده للنص ونشوف. انت لو جبنا درس ادي درس مرة تانية ويجبنا كلمة ذم. شوف كده كلمة ذم. ادي كلمة ذم. فين المؤشر؟ ايوه ذم. طب انا اعمل ايه؟ اقرأ الجملة من اولها. That isn't the way that we read them though. ايه ده؟ هو الاختيارات عندي editors, stories, headlines, newspapers. طيب في الغالب انا قلت لك هي بتبقى قبلها. يعني انا لو رجعت كمان قبل او كلمه نيوز بيبرز. طب نحطها كده مكانها ونختار نشوف الاجابه صح ولا لا. That isn't the way. هذه ليست الطريقه. That we read newspapers though. اللي بنقرا بيها الجرايد او الاخبار. طيب في عندي لو رجعت شويه كمان هتلاقي كلمه ستوريز القصص. طب نجيب الجمله من اولها نلاقي نفسنا رجعنا لاول الدرس. طب نقرا من الاول مفيش مشكله. انا عايز اتاكد هل هي نيوز بيبرز ولا ستوريز. ما يمكن ستوريز هي الصح او اديتورز. طيب وي نو ذات اديتورز هاف اورجانيزد نيوز بيبرز ويل فور ريدرز وذ ذا موست امبورتنت ستوريز اون بيج 1 وذ بيج هيدلاينز اند ستوريز اوف ليسر امبورتنس سم وير ان ذا باك اوف ذا نيوز بيبر ذات ازنت ذا واي ذات وي ريد ذم ذو. عايزك تكتب اجابتك تحت قبل ما انا اقول لك على الاجابه. الإجابة هتكون يا شباب نيوز بيبرز. يعني الواحد ممكن يشك كتير في كلمة ستوريز. ولكن لو جينا نرجع كده that isn't the way that we read. احنا نقرأ ايه؟ هو في الأول هو بيركز على الجريدة ولا على القصص؟ هو بيقولك organized newspaper. هو بينظم النيوز بيبرز الجرايد well جيدا for readers للقراء. يبقى لين readers read newspapers بيقرؤوها with the most important stories مع القصص المهمة on page 1 من الصفحة الأولى with big headlines بالمنشطات الكبيرة أو بالعناوين الضخمة أو كبيرة and stories of lesser importance والقصص الأقل somewhere in the back of the newspaper that isn't the way. هذه ليست الطريقة that we read. يبقى هو بيكلمنا على حاجة عامة مش اللي بنقرأ بها القصص اللي بنقرأ بها الجريدة نفسها. تمام. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول يا شباب according to طبقا لي the third paragraph الفقرة الثالثة دخلت فيها اوكي الفقرة الثالثة the writer الكاتب thinks that يعتقد ان many of those who do crossword puzzles ان العديد من اللي بيقوموا به crossword puzzles الكلمات المتقاطعة دمت مين هي. واولا فين الفقره الثالثه؟ الفقره الثالثه شوف شايف الفراغ ده ادي الفقره الاولى الفراغ ده الثانيه يبقى هي دي الفقره الثالثه. حلو. الفقره الثالثه بيقول لك اللي بيقرا بقى الكروس بازل دمت مين هم؟ always read everything else that they're in a newspaper بيقراوا كل حاجه موجوده في الجريده rarely read anything else that they're in a newspaper من النادر انهم بيقراوا اي حاجه ثانيه موجوده في الجريده are not that smart because they
take too long doing puzzles. ما هماش بالذكاء اللي هما فيه ده او بنفس الذكاء، لانهم بياخدوا وقت طويل في حل الكلمات المتقاطعة. D should read a newspaper backward not frontward. يجب ان يقرأوا الجريدة من الخلف وليس من البداية او من الامام. طيب نروح كده نتأكد من المعلومة دي. انت راجل عايز تتأكد من الفقرة التالتة، حاضر نشوف الناس اللي هو بيحكي عليهم الكروس وورد دول بيعملوا ايه. قالك other newspaper readers on the train buy a good newspaper, take out their glasses and pencils and turn immediately to the crossword puzzles. It takes them an hour to finish the puzzle and I don't think that many of them ever look at anything else in the paper. بس يا بطل وضحت الرؤية ولا واحد، والراجل بيقول لك انا لا اعتقد ان واحد منهم بيبص على اي حاجة تانية في الجريدة. يبقى هي الاجابة هنا rarely read anything else that there in a newspaper، بس مش مكتوب rarely، هو الراجل قالك ايه I don't think that many of them ever، ابدا عمره ever، والكلام مع don't think هيساوي كلمة rarely. السؤال رقم 13 according to the last passage، طبقا للفقرة الأخيرة اللي طبعا الفقرة الأخيرة اللي هنا. All the following statements، كل العبارات التالية are true، كلها صحيحة except، ما عدا. حلو، فقرة واحدة واحدة منهم بس هي اللي غلط. Readers can read the parts they like in newspaper، القراء يستطيعوا أن يقرأوا ما يحبون في الجريدة، دي صح. Readers can skip advertisements that interest them، القراء يتخطوا الإعلانات التي تشد انتباههم أو تهتم أو يهتموا بها، اعتقد دي خطأ لان هم قال هنا ايه skip بورزم. we can study the advertisement، قال study يعني مهتمين بيها مش skip اللي هم interest us. طيب نقرأ اللي بعد كده. see readers can skip the parts that bore them in newspaper، صح ممكن نتجنب اللي ما بيعجبوش او اللي يصيبوا بالملل. readers can read newspaper either frontward or backward، ممكن يقرأها من الاول او من الاخر، الإجابة برضو صح. يبقى إحنا فعلا اللي موجودة خطأ هي readers can skip advertisements that interest them، هي ديت الوحيدة إن كله قالك إيه كل أو جميع الجمل صحيحة بس حط كلمة except ما عدا، ده معناه إن كل الجمل صح وفي واحدة هي بس الغلط وهي ديت الجملة اللي فعلا موجودة غلط. السؤال اللي بعده سؤال مهم جدا، هو سؤال the purpose of the writer is، هدف الكاتب من الدرس ده كله ايه. persuade us to read newspaper، ركز في الكلمات الاولانيه مش انت بعرف معناها. persuade يقنع، يقنعنا ان احنا نقرا جرايد. b entertain us، بيسلينا with a story about newspaper، بقصه عن الاخبار او الجرايد. inform us، يعرفنا او يعلمنا على different ways people read newspaper، طرق مختلفه الناس بتقرأ بيها الجرايد. explain to us، بيشرح لينا how editors، كيف ان الإديتورز المعدلين او المودفايرز organize newspaper، بيقوموا اللي هو رؤساء التحرير بيقوموا بترتيب الجرايد. لو تلاحظ الإجابة تكاد تشبه العنوان اللي احنا اخترناه اللي هو طرق القراءة، لو انت فاكر how people read newspaper اللي هو هنا ways people read newspapers. ممتاز، يبقى هو فعلا بيركز على الجزئية دي. شكرا لانك اكدت لي السؤال. بالنسبة لسؤال رقم 15 هتلاقي في اسئلة محتاجة اجابات من جوه القطعة. السؤال رقم 15 بيقول يا شباب how do the most successful looking people read newspaper. how يعني كيف، مهم جدا انك تفهم اداة الاستفهام بتسأل عليه كيف. ان الناس اللي اسمهم most successful looking people read newspaper، هما بيقرأوا اخبار دي ازاي او الجرايد ازاي، يا سهلة جدا ده احنا كنا واقفين عندها تقريبا. فين 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 نصور دي كده شوية، تبعدها هنا شوية. cross paper nice looking، احنا عايزين ندور اهم شباب. they are often the most successful looking people on the train،
اما بعدهم او قبلهم. شوف كده نجيب اللي قبلها ونجيب اللي بعدها. Of course بالطبع there are a few people who do it right بيعملوها بشكل صحيح. They are often the most successful looking people on the train هم الناس الافضل اللي شكلهم حلو او مهندم كده وجميل على القطار. They read the important stories first بيقرأوا الاخبار القصص المهمة اولا. And then go to the other one وبيروح للقصة اللي بعدها. بس فهمنا كده يعني انت اجابتك بالشكل ده. حاضر يا بطل. رايحين جايين ادي الاجابة هنا ونكتب شو هو بيسألها وكيف. خلاص الإجابة هتبقى they read هما they read هما بيقرأوا the most important stories first بيقرأوا القصص المهمة أولا. And where and then sorry كنت راح اقول and there and then go on to the other one. لاحظت ان انا لما السطر قرب يخلص عندي كتبت من بداية السطر اللي تحته أو المسافة اللي تحتها. في طلبة تقعد تكتب بقى من هنا وتقعد تحط كلمة وكلمة تانية وتزنق ليه؟ ابدأ من تحت. وفي الغالب الاختبار هيبقى في عندك هيبقى يكون أكبر من كده شوية في المكان، يعني هتلاقي في سطرين عندك للإجابة. فما تضايقش على نفسك، ما تضايقش على نفسك، الموضوع يعني لذيذ خالص. السؤال التاني where in a newspaper would you look for important news and stories فين في الجريدة تجد الأخبار المهمة والقصص. لو أنت فاكر خالص في بداية الدرس على important stories مش هدي اللي important news and stories فين يا ولاد؟ on page 1 في الصفحة الأولى. يبقى الإجابة بسيطة جدا واصطدناها on page 1. أتمنى إن احنا نكون موفقين في الإجابات على السؤال القطعة، وتكون فهمت كل سؤال عايز ايه واسمه ايه وترجمته ايه وبيتحل ازاي. اقل تقدير منك لو ما كنتش دست لسه لايك اخبطنا واحد لايك وشكرا ليك. وننتقل لو ده فيديو منفصل للقطع يبقى احنا كده انتهينا. اما لو انت بتتفرج على الشرح الكامل لنموذج التجريبي يبقى انت رايح دلوقتي لسؤال القواعد. جاهزين؟ يلا.